انا من سول بعض الناس ولقيت مجموعه من الاجوبه ما قنعتنيش وخرجت بواحد الخلاصه وعرفت انه كاين جوج حوايج كتخلي الراجل ما يشدش في مراته فاش كيكونوا خارجين. الحاجه الاولى ما كيكونش راضي بها، والحاجه الثانيه كيخاف من النظره ديال المجتمع اللي يشوفوه ولا يعيبوا عليه، وهذه بحد ذاتها مشكله. والحاجه اللي بصراحه اللي جاتني غريبه ومتناقضه هو الراجل فاش كيكون صاحب مثلا قدر يشد ليها في يديها ويخرج معها ويقدر يدير معها اي حاجه وما كتبقاش واحد الكلمه ديال العيب او حرام. دابا عطيني ديك لودينه وسمع الهضره مزيان اللي غادي نقول لك. حنا في المجتمع ديالنا ومع الوالدين ما تربيناش نشوفوا الاب كيقول حبيبه او كبيده للزوجه ديالو قدام الاولاد، او اي كلام كيعبر على المشاعر ديالو للزوجه ديالو قدام الاولاد. علاش زعما عيب ولا حرام؟ جا اللي كتجيني غريبه هو ان الراجل يقدر يبارطاجي العنف او معيور مثلا كلام ساقط لمرتو قدام الاولاد وشيء عادي بالنسبه ليه وبالنسبه ليه رجوله، وهذا اكبر مشكل كيعانيو منه الناس. بيرسونيلمون انا كنعتبره جهل قلة الوعي. سمع هاد القصة اللي غنقول لك وخذ منها عبرة. هي قصة واقعية. هذه واحد المرة تزوجت بواحد الراجل، وهذا الراجل هذا عمره ما كان كيهتم بها. أنا كنهضرش على الاهتمام الجنسي، كنهضر على الاهتمام العاطفي. كان ديما كان كيركز في الخدمة وكان كيقضي الأوقات ديالو كاملة في الخدمة، وما كانش كيعطيها الوقت ديالها الخاص بها هي. وهاد المرة هذه واحد النهار حسات براسها راه فول، يعني ما بقاتش قادة أنها تزيد مع السيد. بغات تمشي عند طبيب نفساني، مشات عند طبيب نفساني وعاودت لي الحاله ديالها، وهذا الطبيب هذا بقى كيدير معاها بهضره زوينه، كل هضره اللي محتاجاها هي في الاصل خاصها تسمعها من راجلها. صدقات تعلقات بداك الطبيب، وهذا المشكل ماشي مشكل ديال المراه، وهذا المشكل هو المشكل ديال الراجل. الراجل اللي نسى الدور ديالو كرجل وكزوج. خاصك تعرف على ان المراه بالفطره ديالها ما كتسناش من الراجل انك دير ليها الراج ولا دير ليها العماره ولا. المراه كتسنى منك الاهتمام والكلام الزوين اكثر من اي حاجه في هذه الدنيا. المرأة كتسنى منك تعطيها الوقت ديالها، المرأة كتسنى انك تشد لها في يديها وتحسسها انها عندها قيمة، ماشي ما راضيش بها، بالعكس خصك تكون فخور بها وتزيد تشكرها على المجهودات اللي كدير كزوجة. خصك تعرف على ان المرأة كرمها الله سبحانه وتعالى وعطاها صورة في القرآن. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال لك؟ قال لك أكرموا النساء والله ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم إنهن المؤنسات الغاليات الى اخره. تعرف على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كثرت الحب ديالو لامنا عائشه رضي الله عنها كان كيقول لا تأذوني في عائشه، كثرت الحب ديالو ليها لا تأذوني في عائشه، كثرت الحب ديالو لعائشه رضي الله عنها حب الجيش على قدو، جيش بالعتاد باش يقلب على عقد عائشه، عقد ديال مراته، جيش في حاله حرب. هذه رساله لكاع الناس اللي مزوجين، شد في يد مرتك وتكون فخور وانت شاد في يد مرتك، وحاول تعبر على المشاعر ديالك لمرتك وخا يكونوا الولاد جالسين، حيت هكا اتربيهم على الحب والموده، حيت بطبيعه الحال ان الولاد كيتانسبيرو من الاباء. مزيان تبارطاجي معاهم شي حاجه فيها الحب والموده بحال هكا، ما تربيهمش داك الجهل المركب. فهنا فين كتكمل الرجوله او كاب او كزوج. السلام عليكم.